بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة ضمن مساق مبادئ المحاسبة 2. اليوم إن شاء الله سنستكمل محاضراتنا في جرد الأصول غير المتداولة. طبعا تحدثنا في المحاضرات السابقة عن جرد الأصول غير المتداولة، ما المقصود بالأصول غير المتداولة أو الأصول الثابتة، مفهوم الجرد، مفهوم الاهتلاك، تعرفنا أيضا على طرق الاهتلاك وعلى مفهوم الاهتلاك. أخذنا في المحاضرة السابقة طريقة القسط الثابت وأيضا طريقة القسط المتناقص. اليوم إن شاء الله سنركز في هذه المحاضرة القصيرة على طريقة إعادة التقدير. طبعا هي إحدى طرق اهتلاك الأصول الثابتة، وهذه الطريقة هي من الطرق صراحة البسيطة والسهلة، لكنها تناسب نوع محدد ومخصص من الأصول الثابتة بمواصفات خاصة. فهذه الطريقة تسمى بطريقة إعادة التقدير. طبعا إن شاء الله سنتعرف في هذه المحاضرة على مقدمة بسيطة عن هذه الطريقة، أمثلة على الأصول اللي بيتم اهتلاكها بهذه الطريقة، ومثال عملي في ختام المحاضرة. طبعا كما تحدثت هذه الطريقة من طرق الاهتلاك المعروفة والمتعارف عليها، وهذه الصراحة الطريقة تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة واللي بتناسب اهتلاك الأصول الثابتة طبعا الملموسة. وهذه الأصول الثابتة اللي بتناسبها هذه الطريقة مش أي أصول، يعني ما بنفع والله أنا أهتلك الأصول الثابتة مثل السيارات ولا المباني ولا الأثاث ولا الحواسيب حسب هذه الطريقة. لا، هذه الطريقة سهلة بسيطة، لكنها يوجه استخدامها أو على المحاسب أن يقوم باستخدامها لأصول معينة. هذه الأصول هي أصول طبعا ملموسة، بمعنى ما بنفع عمل اهتلاك أو إطفاء للشهرة مثلا أو للاسم التجاري وفق هذه الطريقة أو لبراءة الاختراع. لازم يكون أصل ملموس، يعني له كيان مادي ملموس. لازم يكون الأصل بتكون من عناصر وأجزاء صغيرة. ايش يعني؟ يعني عناصر واجزاء صغيره. ما هو استاذ اللابتوب عناصر واجزاء صغيره؟ لا استاذ، اللابتوب بقيمته هو ليس عنصر صغير. تمام، عندنا حنشوف بعض الامثله تتكون من عناصر واجزاء صغيره بيتعذر تقدير عمرها الانتاجي. تمام، بمعنى في بعض اصول ومعدات يتعذر تقدير العمر الانتاجي، لكن الحاسوب نستطيع تقدير عمر الانتاجي، الاثاث، السياره نستطيع تقدير عمر الانتاجي. تمام، ايضا قيمتها صغيره. طبعا هذا الكلام كلام نسبي، قيمتها صغيره نسبيا. الان الامثله اللي حنتعرف عليها على هذه، اي اصل ثابت اذا كان ملموس وعناصر واجزاء كثيره وصغيره وقيمته صغيره وبتعذر تقدير العمر الانتاجي، او يعني مش من المنطق تقدير العمر الانتاجي لهذا الاصل، فبالتالي بنضطر نستخدم طريقه اعاده التقدير. يمكن الصوره اللي امامنا بتوضح لنا انه في بعض ادوات مثلا الآلة الحاسبة المكتبية مثل الدباسة، مثلا الفرامة أو الخرامة، هذه كلها يعني أصول ثابتة تعتبر، لكنها ملموسة، عناصرها صغيرة، بتعذر تقدير العمر الإنتاجي، وقيمتها أيضا صغيرة. إيش هي الأصول اللي بيتم اهتلاكها بهذه الطريقة؟ زي ما حكينا، إذا توفرت الخصائص السابقة في أي أصل ثابت بتم استخدام هذه الطريقة لاهتلاك، وبالتالي هذه الخصائص السابقة من خلالها نستبعد استخدام هذه الطريقة للحواسيب وللمباني وللسيارات وللأثاث وللمعدات وما إلى ذلك. هذه الطريقة تستخدم لاهتلاك الأصول التالية: المعدات اليومية اللي بتستخدم في الورش وما إلى ذلك. تمام، ايضا الادوات الجراحيه في المستشفيات، قطع غيار المعدات، يعني قطع غيار لسيارات مثلا لمكن معين. الالات والادوات المعدنيه، ايش يعني الات وادوات معدنيه؟ زي اللي هي الالات والادوات المعدنيه زي المفكات والزراديات والمفاتيح اللي بتستخدم في الورش وشركات تصنيع السيارات. الادوات الرياضيه خاصة الأدوات الصغيرة مثلا كرات القدم، الأدوات المضارب وما إلى ذلك. أدوات المطابخ في الفنادق والمطاعم،
نتحدث عن مطعم أو فندق في أصول ثابتة من أدوات المطبخ من صحون وطناجر وملاعق وما إلى ذلك، تعتبر أصول ثابتة فبيتم استهلاكها بهذه الطريقة. الأدوات المكتبية كلها زي ما حكينا قبل قليل، وأيضا في ناس بيستخدموا هذه الطريقة في المواشي. طبعا هذه الأصول كلها ملموسة، عددها كثير، قيمتها صغيرة، تمام، ويصعب تقدير أو مش من المنطقة تقدير والله العمر الإنتاج، يعني والله ما بقدر أقدر في المستشفى العمر الإنتاج للأدوات الجراحية مثلا، تمام، ما بقدر أقدر العمر الإنتاج والله لكرة القدم. ليش؟ لأنه في عندي في العمر الإنتاج هنا وفي الاهتلاك في شغلتين. الشغلة الأولى لها علاقة بالعمر، الشغلة الثانية لها علاقة بمعدلات الاستخدام، الشغلة الثالثة لها علاقة أنه ممكن تفقد هذه الأصول، يعني الحفاظ وحماية هذه الأصول صعبة. عشان هيك بيستخدموا في بعض الشركات وفي كثير من الشركات نظام العهدة. مثلا أنا والله مثلا عندي عمال بيشتغلوا في ورشة تصليح سيارات، بسلم لكل واحد منهم نظام العهدة الخاصة فيه من زرادية ومفك ومفتاح كبس وما إلى ذلك، أو زرادية كبس وما إلى ذلك. كذلك الأدوات المكتبية، أنا عندي والله بوضع مع بعض لكل موظف دباسة مع آلة حاسبة مع خرامة، هذا عهدة عليه، لو فقد منها شيء هو مسؤول عنه، تمام. فلكن هذه الأصول يناسبها طريقة إعادة التقدير، ومش مش مش منطقي إن أستخدم طرق زي القسط الثابت أو المتناقص لاهتلاك أدوات بسيطة زي المفكات والزراديات أو زي أدوات المطبخ أو الأدوات الجراحية، تمام. عندنا صور هان معبرة زي مثل صورة الأدوات الجراحية، ايضا عندنا ادوات الالعاب الرياضيه مثل الفطابل والكرات والاقماع هذه التدريبيه وما الى ذلك من ادوات. وبالتالي لما اتحدث عن اهتلاك ادوات زي ادوات المطبخ، زي ما اتحدث عن ادوات في ورشه تصليح سيارات، يبقى لازم استخدم طريقه اعاده التقدير. مثال عملي بسيط المثال، كان رصيد العدد والأدوات المستخدمة في شركة الهلال، هم بركز على العدد والأدوات، يعني العدد والأدوات اللي بيستخدمها العمال مثل زي ما حكينا مفكات وزراديات ومفاتيح وما إلى ذلك. كان رصيد هذه العدد في 1/1/2018 2000 دولار. عند جرد العدد والأدوات، عند جرد العدد والأدوات في نهاية السنة قدرت قيمتها ب 1950 دولار. المطلوب لك تحسب قسط اهتلاك لعام 2018، طبعا هو ما حدد هذه الطريقة لكن المعطيات بتفيد انه لازم استخدم طريقة إعادة التقدير. بكل بساطة هذه الطريقة، المعطيات الموجودة عندي، طبيعة الأصل الموجود، المعطيات والبيانات، أنا ما عندي عمر إنتاجي، تمام، وبالتالي أنا بضطر أن أستخدم طريقة إعادة التقدير. الحل بيكون في الطريقة هذه على طول. أنا بدي بقول كم تبلغ قيمة الأصل في 1/1/2018، تمام؟ أنا عندي كان قيمة الأصل للمعدات 2000 دولار حسب المعطيات عندي. طيب كم بلغت قيمة الأصل في نهاية السنة عند الجرد؟ في 31/12 بلغت 1950. إذا قسط الاهتلاك لعام 2018 وفق طريقة إعادة التقدير هو 50 دولار. الآن هذه الأصول اللي تم اهتلاكها للعدد والأدوات قد تكون انكسرت، وقد تكون أتلفت، وقد تكون ضاعت، وقد تكون سرقت، تمام، ممكن يكون الله سوى العامل أهمل في حمايتها وبالتالي ضاعت منه هان أو هان، أو هو روحها على البيت، تمام. فبالتالي في معدلات اهتلاك طبيعية لهذه الأدوات، لكن إذا وجدت إدارة الشركة أن هناك معدلات اهتلاك غير طبيعية، يعني في استنزاف لهذه الأصول في الشركة، يبقى لازم تضع ضوابط و إجراءات حتى تحفظ هذه الأصول. وزي ما حكينا من ضمن هذه الضوابط نظام العهدة، إنه أنا بسلم كل موظف أدواته المكتبية. والله عندك دباسة، لأنه لو حد ضيع هذه الدباسة أو كسرها بسوء استخدام يبقى هو لازم يدفعها من جيبه. كذلك لما نتحدث عن عمال في ورشة مثلا تصليح سيارات، فبالتالي أنا بسلمه مثلا مفكات وزراديات ومفاتيح وغيره. إذا هو كسر المفك أو المفتاح أو نسيف السيارة الزبون أو روح على البيت أو أعطاه لواحد صاحبه، يبقى هو لازم يدفع قيمته من نفسه. وبالتالي الطريقة هذه في معدل اهتلاك طبيعي للأدوات 50 دولار في السنة، أمر بسيط، تمام. لكن إذا كان المعدل الاهتلاك غير طبيعي أو مبالغ فيه، فبضطر أنه يكون في إجراءات مراجعة وتدقيق ومتابعة من إدارة الشركة لهذه الأصول. يبقى بكل بساطة بنقارن بين الأصل في بداية السنة والأصل في نهاية السنة، الفرق بين القيمتين، تمام،
بكون هو عبارة عن الاهتلاك. زي ما حكينا في 1/1 كان قيمة الأصل 2000 دولار، في آخر السنة كانت قيمة الأصل 1950، إذا قسط اهتلاك العام 2018 كان 50 دولار فقط من اهتلاك العدد والأدوات في شركة الهلال. هيك بكون خلصنا مع بعض اللي هي الطريقة السهلة هذه، طريقة إعادة التقدير. إن شاء الله بنلتقي معكم في الطريقة الأخيرة المطلوبة منكم في هذا الفصل، وهي طريقة وحدات الإنتاج أو طريقة ساعات التشغيل. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. طريقة طبعا بسيطة وسهلة، وبتمنى تكون يعني الصورة واضحة ومش محتاج أكثر من هيك شرح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.